بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده من اليابان. انا كنت في اليابان من حوالي 3 اشهر وحصلت معايا القصه دي زي ما بحكيها لكم. انا خلصت زيارتي لليابان وعايز اطلع بقى على المطار. انا كنت في كيوتو والمطار في اوساكا، فلازم اخد يا قطر يا عربيه لان المسافه حوالي ساعه ونص تقريبا من كيوتو لاوساكا. معايا الشنط بتاعتي، لو ركبت القطر بالشنط بتاعتي يعني العمليه هتبقى صعبه شويه. فجت في دماغي طب ليه ما اجرش عربيه، فكلمت الاوتيل اللي انا نازل فيه وقلت لهم انا محتاج عربيه توصلني من كيوتو لأوساكا. قالوا لي في واحد بيشتغل على عربيته الخاصة ان هو يوصلك. قلت له طب هتاخد شنطي؟ قالوا لي فجه الراجل، فإذا بالمفاجأة الراجل مش ياباني، الراجل كندي. راجل كندي واخد شنطي حطتها معاه في العربية وقال لي انا السواق بتاعك. فركبت معاه وتعاملت معاه على انه السواق بتاعي يعني، وشكله هو الراجل بسيط جدا. وصلنا الى اوساكا، بس وصلنا بدري قوي قبل ميعاد الطياره. فقال لي لسه بدري على ميعاد الطياره. قلت له طب خلاص نروح نقعد في اي فندق كده ساعتين ثلاثه، اكل حاجه او اشرب حاجه لغايه ما يجي ميعاد الطياره. فوصلنا لغايه الفندق، نزل قام شايل الشنط بتاعتي. قال لي لا انا خاف اسيب الشنط في العربيه. شال الشنط بتاعتي لغايه ما يجي شيال يحطها جوه الفندق. شال الشنط على كتفه ونزل الشنط وكله تمام. وقعدنا الساعتين ثلاثه، وبعدين بقى اتصلت بيه علشان يلا نطلع على المطار. جه الراجل ومعايا راجل من الاوتيل واقف قدام الشنط بتاعي. فقال لي فين السواق بتاعك؟ قلت له اهو جاي. جه السواق ونداله الراجل بتاع الاوتيل عشان ينزل يشيل الشنط. الراجل بتاع الاوتيل شاف السواق بتاعي الكندي ده، فقام قايل او ماي جاد، ايه ده؟ معقول؟ فانا بصيت له قلت له ايه في حاجه؟ قال لي لا في حاجه غريبه جدا، ده السواق بتاعك؟ قلت له ده السواق بتاعي. قال لي مش معقول. قلت له ليه؟ قال لي ده الاستاذ بتاعي في الجامعه. الاستاذ بتاعك في الجامعه؟ فالراجل جه فقال له مش انت مستر فلان؟ فالراجل وشه احمر كده الكندي، قال له وهو شايل الشنط. قال له مش انت الاستاذ اللي كنت بتدرسني في الجامعه؟ فالراجل وشه احمر اكتر وقال له قال له انت ليه بتشتغل شيال؟ ليه بتشتغل سواق؟ فالراجل تلعثم كده بلع ريقه وقال له دي هوايتي بمارسها في وقت فراغي. طبعا اي كلام يعني. وبعدين بص له قال له لا دي مش هوايتي، انا محتاج ازود دخلي، الشغل مش عيب، انا بشتغل طول الاسبوع استاذ الجامعه وبشتغل في الويك اند سواق علشان عايز اعيش عيشه كريمه وعيش ولادي عيشه كريمه، مفيش مشكله ان انا اشتغل سواق. فالولد قال له اشيل عنك الشنط؟ قال له لا انا دلوقتي سواق. شال الشنط. طبعا انا كل ده واقف. جبت معاه العربيه وبدات اساله انت استاذ في الجامعه فين؟ طلع استاذ كبير، بدا يتكلم في العلم، استاذ كبير. وصلني ولا انا عايز اقول لك درس في الحياه، عمر ما كان الشغل عيب، المهم انك تعرق وتاكل ولادك من فلوسك ومن عرقك. درس رائع في الحياه اتعلمته وانا راجع من اليابان. بسمه امل لكل شاب ما يتكسفش من الشغل ويعرق ويتعب ويبني مستقبله ويخبط على الابواب هنا ويخبط على الابواب هنا، المهم في الاخر ياكل حلال. شكرا والسلام عليكم.